ليلة من ألف ليلة، عرض مسرحي يحمل رسالة مهمة، أن الشر مهما كان قويا لابد أن ينتصر الخير في النهاية. العرض هو اسم العرض ليلة من ألف ليلة، وهي لتأليف الأستاذ أحمد سمير. لما جينا فكرنا في المسرحية بتاعت ليلة من ألف ليلة، كنا حابين نوصل فيها رسالة، ورسالة لشباب كلها، إن بالمعروف، إن المعروف مش هيجيب غير المعروف، وإن الإنسان أقوى من إن هو يستسلم لأي حاجة ممكن تحبطه أو حاجة تنال من عزيمته. الرسالة دي كنت حابب أوصلها للطالب عندي أو للشباب بصفة عامة، إن لازم في حياتك هتقابل حاجات كتير، في حاجات هتقللك، في حاجات هتحبطك، في حاجات ممكن تخليك تفقد الدافع على إن أنت تطلع لقدام أو تتطور، لكن لازم تبقى عارف وعندك ثقة في نفسك، وثقة إن أنت كل خطوة أو كل معاناة أنت بتبقى فيها لازم هتطلعها خطوة لقدام. العرض المسرحي قدمته فرقة المسرح التابعة للنشاط الطلابي بأحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، ليؤكد مخرج العرض محمد مختار من خلاله على أهمية اكتشاف وتبني وصقل المواهب الشابة عن طريق الرعاية الطلابية وإتاحة الفرص الملائمة لهم. أنا طالع مسرح، أنا إبليس، المفروض بقى محتاج ان انا اشوف شر في كل العالم، مش عايز حد يعمل خير، عايز الذنوب تنتشر وفي حرام كتير وكده. هيفيدني كخبرة في المسرح، يعني انا لو حابب مثلا اشتغل في المسرح يبقى ده خبرة. انا معايا ناس بتدربنا كويسين جدا، يعني كابتن محمد ربنا يكرمه هو اللي مطلعنا كده ومخلينا متجرأين، يعني فده هيجرأنا برضو اكتر بره ويخلينا نتعامل مع الناس اكتر. اول حاجة بيجرأ، بيدي قوة، بتبقي خلاص خدتي فكرة عن اللي قدامك، عقول مختلفة بتتعاملي معاهم، الصبر، انك توصلي لكل عقل حد قدامك، ان انت تعرفي يبقى فيه ثبات انفعالي، حاجات كتير جدا. بنعرف الناس اللي الخير اقوى من الشر، ونمشي في الصح بدل الغلط. يأتي النشاط الطلابي في ضوء حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على دعم وتنمية الشباب علميا وثقافيا. بمثل الشر، بيبقى في شجار ما بيني أنا والخير، بتبقى تعبير حركي بيبين الصراع الأزلي. أنا طالع ابن إبليس، وإحنا طالعين يعني بنمثل الشيطان، إن هو أهبل أصلا، وإن إحنا أقوى منه، وإن إحنا نقدر ننتصر عليه، وبنوري ان احنا الخير المفروض هو اللي ينتصر، وفي الاخر يعني مش عايز احرق حاجة، بس هو الخير هينتصر في الاخر، وان مفيش حاجة اسمها شر، واحنا اقوى من الشر، ومفيش اصلا حاجة اسمها الشيطان بيوسوس لنا، لان احنا اقوى منه. الحقيقة شهرزاد هي المفروض الاميرة اللي هيتجوزها شهريار، بس طبعا بعد محايلة كبيرة جدا انها تقدر تقنعه ان هو ما يقتلهاش في الفجر، ويقدر يسمعها للآخر علشان خاطر تقدر تثبت وجودها أكتر معاه. الرسالة ذات نفسها العفو، إن أنت يعني العفو هو اللي هيعم الخير للآخر، لكن طول ما الفكر ما فيش عفو وما فيش سماح ما فيش، والشر هو على طول دايم، مش هيبقى فيه نتائج، هيبقى النتائج كلها وحشة ومش هنوصل لحاجة في الآخر. لكن العفو، لو عملنا العفو مرة واحدة هيفرق كتير قوي على اللي جاي. الواحد مبسوط جدا ان هو لقي في المعهد ده ان هو بيقدر يطلع كل اي حاجة موجودة عنده، من في اي نشاط بقى، في المسرح، في اللي هو الفريق الكورال، والنشاط الموسيقى، كل حاجة عندنا، كل حاجة بجد بينموها. وعلى هامش الاحتفال الذي نظمه المعهد، تم تقديم العديد من العروض الفنية لفرقة الفنون الشعبية والكورال. والله شوفي، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس فتاح السيسي، الاهتمام بالنشاط الطلابي والرياضة لأنها بتخلق الإنسان السليم في المجتمع المصري، فإحنا هنا شكلنا لجان واخترنا مجموعة من الشباب والشابات من أبناء المعهد، فريق كورال وفريق فنون مسرحية وفريق فنون شعبية، وجبنا مدربين متخصصين. النشاط الطلابي مهم جدا جنب النشاط العلمي، لأنه بيخلق الإنسان السليم، العقل السليم، الجسم السليم، فإحنا اهتمينا بهذا، وعندنا فرق رياضية على أعلى مستوى بنحقق بطولات، عندنا فريق كورال زي ما قلت لحضرتك وفريق مسرح، وهتشوفي الإبداعات بتاعتهم. ده هدف لفلسفتنا، فإن احنا نشغل الطلبة في حاجة مفيدة.
هذا وتخطو مصر بخطى ثابتة بسواعد أبنائها الشرفاء في دعم وتنمية شبابها، وهو ما ظهر جليا في النشاط الطلابي كأحد أهم الروافد الثقافية لدعم وتنمية شبابنا وخلق جيل بناء يسهم في التنمية ورفع راية مصر عاليا. أمل صبري لبرنامج مراسل النيل.